صد لدعاوى جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة المشاكل بالجامعة. في تلك الأثناء أفاد مراسلنا بجامعة الأزهر بمشاركة طلاب من أنصار تنظيم الإخوان. وللمزيد من المتابعة حول الوضع في محيط جامعة الأزهر ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك مراسل النيل أشرف إبراهيم. أشرف، كيف هي الأوضاع لديك الآن أمام جامعة الأزهر، خاصة وأن بعض الأنباء تحدثت عن خروج مسيرة لطالبات الأزهر ومحاولتهن قطع طريق يوسف عباس؟ نعم، يعني ومنذ قليل خرجت مسيرة لطلاب من الإخوان الإرهابي في كلية جامعة الأزهر بنين من أمام البوابة الرئيسية وطاقة أرجاء الجامعة بداية من كلية التجارة، وقاموا بكتابة بعض الشعارات المناهضة للجيش والشرطة. هم يطالبون بالإفراج عن الطلاب ومعلمهم التي تم إدانتهم في أحداث الشغب الأخيرة التي وقعت في جامعة الأزهر. المسيرة بعد أن وقفت أمام كلية التجارة وتم ترديد بعض الشعارات وقعوا خلالها شعارات مقطعة، قامت بالعود الى المبنى التجاري الزواجي في جامعه الازهر الدكتور اسامه العبد. على الفور تم اغلاق المبنى من خلال البوابات المستقيمه لهذا المبنى، وقاموا ايضا بطلب بكتابه بعض الشعارات على الاطوار المناهضه للجيش والشرطه. الطلاب بعد ذلك توجهوا الى كليه العلوم الموجهه للمبنى الاداري لجامعه الازهر. هم يزالوا حتى الان مستمرون امام كليه العلوم ويرددون الهتافات حتى الان. نعم، شكرا جزيلا لك أشرف إبراهيم من محيط جامعة الأزهر. ونستطلع الأوضاع كذلك في جامعة الأزهر، خاصة بنات في محافظة الشرقية، ومعنا متابعة من هناك عبر الهاتف مراسلتنا في الشرقية أسماء عبد العظيم. أسماء، كيف هي الأوضاع داخل جامعة الأزهر بنات؟ اليوم في ساعات الصباح الأولى كانت طالبات كليات الدراسات الإسلامية تجمعنا أمام بوابة الكلية ومنعنا زميلاتهم من الدخول وقمنا بتعطيل الدراسة، ولكن قوات الأمن قامت بالتحاور معهن وأقنعتهن بفتح الأبواب وثورة عملية الدراسية. اليوم بالفعل تم فتح بوابات الكلية ودخلت الطالبات إلى جامعة الأزهر، والأمن نتيجة أية مظاهرات سواء أمام كلية الدراسات الإسلامية أو داخل مباني الجامعة. أما في جامعة الزقازيق فالآن يجري التنظيم لمظاهرات لجماعة الإخوان المحظورة وخاصة من الطلاب الذين ينتمون إليها، وذلك اعتراضا على وجود الأمن خارج أسوار الجامعة بالرغم من عدم تدخل قوات الأمن منذ بداية العام الدراسي داخل جامعة الزقازيق، ولكن لا توجد هناك أي أعمال عنف إلى الآن سواء في جامعة الأزهر أو جامعة الزقازيق. إذا هذه التظاهرات تأتي في اليوم الثاني من قرار عودة الدراسة بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة من الشرقية أسماء عبد العظيم. تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرى محاكمة 17 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بمنطقة المقطم إبان أحداث ثورة 30 من يونيو. المتهمون في القضية أبرزهم كل من محمد بديع وخيرة الشاطر ومحمد رشاد بيومي وسعد الكتتني ومهدي عاكف وأسامة ياسين ومحمد البلدي تاجي وآخرون. وينضم إلينا عبر الهاتف من معهد أمناء الشرطة رمضان المطعني مراسل النيل. رمضان، كيف تسير وقائع جلسة محاكمة 17 من قيادات تنظيم الإخوان؟ هل بدأت بالفعل وقائع الجلسة؟ نعم، منذ حوالي الساعة بدأت محاكمة المتهمين في قضية مكتب الإرشاد، وهم 17 متهم من مسيدات عناصر تنظيم الإخوان المحظورة. بدأت المحاكمة ووصلت هيئة الدفاع والمتهمين حتى هذه اللحظة، ولكن منعنا من الدخول إلى الجلسة، وأيضا منعوا أهالي المتهمين من الدخول إلى الجلسة وهم خارج أسوار معهد أمناء الشرطة. أيضا منذ قليل تجمع عدد من ألتراس ثوراجي أمام معهد أمناء الشرطة للتنديد بمحاكمة المعتقلين من ألتراس ثوراجي، وهم 15 متهما ثلاث أيام في محاكمة وصلوا أيضا منذ قليل وقام الألتراس
الخورجي بترديد بعض الهتافات المعادية للقوات المسلحة و تعزيزات أمنية مشددة يشهدها مع أمناء الشرطة بوجود عدد كبير من السيارات المصفحة من وهي الآن تمر أمامي عدد من السيارات المصفحة للقوات المسلحة. نعم بالفعل نسمع أصوات السيارات بجانبك. شكرا جزيلا لك رمضان المطعني مراسل النيل من معهد أمناء الشرطة. تنظر اليوم محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة 25 متهما باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل مجوهرة بمنطقة الزيتون قبل 5 أعوام المعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون. يحاكم المتهمون بتهم تأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر بالإضافة إلى رصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها وقتل 4 مسيحيين والشروع في قتل 2 آخرين. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من مقر محاكمة شمال القاهرة بالعباسية محاكمة معتنقي الفكر التكفيري والجهاد المسلح. معنا نشوى صالح مراسلة أنيل. نشوى الأجواء لديك في هذه المحاكمة. اهلا بزميلة نميل. انا بالفعل كما ذكرتي اتواجد الان في محكمة شمال القاهرة بالعباسية حيث محاكمة 25 متهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل المجوهرات الموجود بالزيتون قبل 5 أعوام. وبالفعل كما ذكرت هي كانت معروفة إعلاميا باسم خلية الزيتون الإرهابية. اليوم تعقد الجلسة في جو من الازدحام الشديد حيث يتواجد عدد كبير من هيئة الدفاع عن المتهمين وعدد كبير من أهالي المتهمين. وبسؤال هيئة الدفاع تبين أن الكثير من المتهمين وهم حوالي 16 متهما جمعهم ينتمون إلى نفس العائلة أي لديهم نفس صلة الرحم وهم جميعا من قرية كبالة بالمنصورة. هل بدأت الجلسة بالفعل نشوة؟ لا يعني يبدو أن الجلسة تتأخر اليوم لأن القاضي قرر أن يؤجلها إلى نهاية رول الجلسات. إلا أن لابد من ذكر أمر يا نميل أن جلسة اليوم هي جلسة استكمال إجراءات. وبسؤال أحد المحامين في هيئة الدفاع أكد أنها مؤدية لسماع المرافعة عن المتهم الأول والثالث وهم المفرج عنهم بالفعل. ولابد من التنويه على أن المحبوسين على ذمة هذه القضية 5 متهمين من مجموعة 25 متهم في هذه القضية. أشكرك على هذه المتابعة. شكرا جزيلا لك نشوى. وإلى أحوال الطقس حيث يسود اليوم طقس غير مستقر على كافة أنحاء البلاد وحيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا بالنسبة لهذا الوقت من العام. كما تشهد البلاد نشاطا للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على غالبية الأنحاء تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية واضطراب في حركة الملاحة على البحر المتوسط وخليج السويس. ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا مائلا للبرودة ليلا. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكثرة غربا ما يؤدي إلى سقوط أمطار. الناخبون البالغ عددهم حوالي 1.5 مليون ناخب في منطقة القرم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء بشأن ما إذا كانوا سينضمون إلى روسيا أو ينالوا مزيدا من الحكم الذاتي. من جانبها نددت الدول الغربية بهذا الاستفتاء الذي تدعمه روسيا حيث يتوقع مراقبون أن تصوت غالبية كبرى لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي. في استفتاء ندد به العالم لكنه يحظى بدعم موسكو، يصوت 1.5 مليون ناخب من شبه جزيرة القرم الأوكرانية للاختيار بين الانضمام إلى روسيا كعضو في الاتحاد الروسي أو العودة إلى وضع اعتمد عام 1992 ولم يطبق أبدا وهو حكم ذاتي موسع. ويرى محللون أن شبه جزيرة القرم التي تقيم فيها غالبية من الروس وألحقت عام 1954 بأوكرانيا ستصوت بغالبية كبرى لصالح الانضمام إلى روسيا،
رغم أن الأقليات الأوكرانية والتتار المسلمين الذين يشكلون 37% من الشعب دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء. الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي اعتبرت الاستفتاء غير شرعي وحذروا من أن نتيجته لن يعترف بها دوليا، مهددين بعقوبات ضد روسيا التي ردت بدورها باستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يندد باستفتاء انفصال القرم. المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدولي دافع عن موقفه مؤكدا أن السلطات الجديدة في كييف منبثقة عن انقلاب وأن روسيا ستحترم رغبة شعب القرم. ليس سرا على أحد أن روسيا سترفض مشروع القرار، فنحن لن نستطيع الموافقة على قرار يرفض شرعية الاستفتاء 16 مارس الذي يمكن شعب القرم من تحديد مصيره. في المقابل أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور رفض استفتاء القرم الذي قالت إنه يخالف الدستور الأوكراني والقانون الدولي. القرم جزء من أوكرانيا اليوم وغدا، وستظل جزء منها حتى يتغير الوضع بالتوافق مع أوكرانيا والقانون الدولي. روسيا تستطيع وضع الفيتو على القرار، ولكن هذا لن يغير من تطلعات ومصير الشعب الأوكراني، فهي لن تستطيع وضع الفيتو على الحقيقة الظاهرة الآن، وهي المعارضة الدولية للأعمال الخطيرة التي قامت بها. التوتر السياسي صاحبه توتر عسكري، حيث اتهمت كييف موسكو بغزو أراضيها عسكريا عبر نشر 80 جنديا ومروحيات وأليات مدرعة في إحدى المناطق التي تقع إلى الشمال مباشرة من شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وطالبتها في بيان لها بسحب قواتها العسكرية فورا من أراضيها. بانوراما النيل زالت تتواصل معكم مشاهدينا، وفيها بعد فاصل الاقتصاد. الجيش السوري يكمل سيطرته على مدينة يبرود الاستراتيجية، ومسيرات في العواصم الأوروبية للتنديد بالصمت الدولي إزاء الأزمة التي بدأت عامها الرابع. اجتماع للجنة العليا للانتخابات اليوم لتحديد موعد فتح باب الترشح لسباق رئاسة ويوم الانتخاب. مجلس الوزراء يؤكد التصدي بكل حسم لمحاولات الاعتداء على المواطنين والمنشآت العامة والخاصة. القرم الأوكرانية تصوت في استفتاء حول الانضمام إلى روسيا رغم الاعتراضات الدولية. ونتحول في هذه الجولة إلى متابعة أبرز وآخر أخبار المال والأعمال والاقتصاد. أخبار الاقتصاد تأتينا بصحبة لميس عبد الغني. إليك لميس. شكرا للمين، شكرا ريهام. ومشاهدينا، وقفتنا الاقتصادية نبدأها بعد فاصل قصير وأبرز ما فيها. وزير التموين يقول إن فاتورة دعم الجزاء تصل إلى 30 مليار جنيه، ويتعهد بمحاربة مافيا تهريب الدقيق التي تهدر نحو 7 ملايين جنيه سنويا. مرحبا بكم. قال وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، قال إن فاتورة الدعم للسنة المالية الحالية ستصل إلى 30 مليار جنيه، وأتوقع أن تستمر عند نفس المستوى في السنة المالية المقبلة، وتعهد بمحاربة مافيا التهريب. وكان مجلس الوزراء قد ناقش في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب سبل تطوير منظومة الخبز وسبل وصوله إلى المواطنين بآدمية والحد من الطوابير. وأضاف حنفي أن المنظومة الجديدة تساعد على القضاء على الإهدار الشديد للدقيق في السوق السوداء، وأيضا المحافظة على ثبات سعر الرغيف وجودته. ويقدر حنفي أن تهريب الدقيق يتسبب في إهدار نحو 7 ملايين جنيه من الأموال التي تنفق على الدعم سنويا.
من جهة أخرى أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم إعداد قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن عقوبات مشددة للإعلانات المضللة ومكافحة الغش والتدليس عبر التجارة الإلكترونية. جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك وختام مشروع التوأمة بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد الأوروبي. لكن أنا بتكلم تحديدا على الباب السادس الممول من الخزانة العامة للدولة. عندنا في الخطة الأصلية في الموازنة الأصلية كان فيه 34.4 مليار جنيه استثمارات حكومية في الباب السادس ممولة من الخزانة العامة للدولة.